ونجيب الغنم ويسرحونا ونخبز في البيت ونعمل اكل ونسرح ونحل ونقري تعب ايامنا كده هو خالص. والايام دي بقت حلوه، بقوا الايام دي حاجات حلوه، بقوا فران وبقوا مواقف يخبزوا ويطبخوا ولهم انابيب، انما احنا كده هو ونحط السمنه ونعمل القرص كده ونفت في السمنه. الايام دي الايام دي حلوه. يا يعني العربية هتجيب كذا أكتر سهلة مين تحت هذه الخيمة البسيطة تباد في الأسرة بآداء أطلع كده في القانون في الميف تحت إيش ده عندكم تصوية كانوا كثر خير يا لان أحباجي تلفامي حوالي حياة الرعاة حزينة يا جوز الشيب وما حني كل عمر ماسك في الشبابة طويت الجبال واكثرهم ضروبي طويت بلاد هلي ما دروبي عملت البيت بس البيت عمدا وقلت ليش ولا العين رمدا ولما الطيب يعزي لأحبابه عيونك جرحني حزين خلي جوزك شايفه وما حني تعيش العمر نفسك في الشباب يا لمن عيني جوز خاصني طب انت كان فيها 12000 غير الذبلة والمحبس والحياة اللي جات من ليبيا وهي عاد لا ايوه انت كان حاط عرسك وين؟ عرسي كان في كراسة ومثلا خلف الحيني رفيق الربع ورفيق الربع ورفيق الربع ما هلا اي شيء محمد ما عشان هاي شيء ما هلا اي شيء لله يعني امل ذقن ثقيقيات وانا ما ذقن ثقيقيات يا طب الوداعات النونيات والخلافه والدين يموت في المزب لا ما ربع ساعه مالس الله. والله والدنيا لسلسة والدنيا يذقن وكيع ولكن يعني عملية الزواج والعلاقات القرابية ما بينهم كانت محدودة جدا بجوار قريب لذلك ان تلاقي العرب الرحل مثلا يقول لك ياخدها التمساح ولا ياخدهاش فلاح يعني ما يديش بنته لفلاح مش يعني ان هو الفلاح مستقر هو بالنسبة له الاستقرار مش بيحبه يعني هو طبيعته ان هو متجول وعايز يمشي وعايز يروح ويجي في الصحراء يعني الصحراء دي وما يجنوه من بيئها ومع حلول المساء وغروب الشمس في الأفق يقوم الرعاة بإعداد المبيت لأغنامهم في مكان خاص بجوار الخيمة هي الغنم هي اللي رسب لنا الغنم هي الحاجه اللي نتعلمها علمتنا الصبر وعلمتنا اللف مع الناس بنلف مع الناس ونعرف دي ونعرف الوحش ونعرف الحلو وسكر وشاي اين الاطفال في هذا الوقت وتربط خير لابد وانهم مع الجده بجوار الخيمه بالتقاعدات مش انه يطلعون الى يخبط على راسه هو وحظه هذا هو نصيبه تجي زينه تجي شينه تجي بنت عداله وهو نصيب وتجي له وحده عوره ويجيبها قال يا اخوك هي اللي جات هي اللي طقيتها بعصاتي وجات قام جوزها
هو ده اسمه ولا فشرف ده او بعده هاتك برايا حياة البساطة والكرم سمة للأصالة البدوية يظهر بريقها في المساء، فليالي الرعاة مليئة بأحاديث السمر. بعد موسم البرسيم عندنا هنا نحن لأن دي أرض وزارة تبع سخر وان حياة اللي اختارها العرب الرحل، والاستقرار لديهم هو لحظة استرخاء في انتظار رحلة جديدة. عنوان حياة اللي اختارها العرب الرحل، والاستقرار لديهم